بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين الغي البيس البيس وتردد واحد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين.
الله معانا الدكتور. بسم الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الله أكبر. ولا يصدنك عن إليك. وادع إلى ربك. وادع إلى ربك.
فلا تكونن من المشركين. صلى الله عليه وسلم. عليك ولا تدعوا مع الله إلها آخر. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بدري يا شيخ مصاري يزوك واسع السام مش عايزة تمشي عشان انت كريم السام مش عايزة عشان انت كريم صلى الله عليه وسلم تقبل منا ومنكم ان شاء الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر
حاضر. اهلين اهلا وسهلا. ان شاء الله حاضر. فأما اليتيم فلا تقهر تخيلوا ليه؟ تسيبه بقى وهيبطل المعادن القديمه؟ لا طبعا بس خلاص مظبوط. انت بتصلي علينا الان مستعد الان مش عارف الان مش عارف الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الوقت مبارك، الوقت مبارك والله. الله الله يحفظكم ربنا، انتم الكرم كله. لا لا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأى